بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن عصام عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال. كابتن انا سعد. منور يا كابتن. ربنا يخليك يا ابو كباتن. اربع اهداف. اربع اهداف طبعا. فاكرهم؟ سوبر هاتريك. اصل هو حكم لي ماتش كل استوديو هيقول لي اربع اهداف اقول السوبر. الله يخليك. مبروك للنادي الاهلي، لاعبين وجمهور، مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وهارد لك نادي الزمالك النهارده. مباراه كابتن ايمن استمتعنا بيها. هتكلم في نقطتين مهمين جدا في البدايه قبل ما اروح للحكم كابتن بلال. اتكلم في الدقائق 65 69 88، دول الثلاث دقائق لما نيجي نقيم الحكم بنقيم الحكم عليه كابتن عادل على اختبارات الصندوق. ممكن حكم يحكم 90 دقيقه او 35 دقيقه ما عندوش اي اختبار يا بلال، صح؟ وبالتالي ما تقدرش تحكم عليه. ولكن تقييمنا للحكم في الثلاث توقيتات اللي هم داخل مناطق الجزاء، نشوف هو تصرف فيهم ازاي، نشوف قراراته كانت ازاي. دي نقطه.